الأنثوي. هنرسم جهاز تناسل أنثوي بيكون عبارة عن، طبعا عندي قناتي فالو، القناة بتكون ذات فوهة قمعية الشكل. هنزل بالشكل المثلث بتاع الرحم والعنق، وآدي المهبل عنق الرحم. هندي بس الجزء العضلي بتاع الرحم، السمك أو البطانة. قناة فالوب، القناة دي بتكون إصبعية الشكل، وبنحط قدامها المبيض. يبقى أنا عندي المبيض ودي الفوهة القمعية الشكل، فوهة قناة فالوب، دي قناة فالوب، تجويف الرحم، ده سمك أو جدار جدار الرحم. أو جدار الرحم، وطبعا المهبل. طيب، يبقى احنا في الرسم كنا دايما نقول في حلقاتنا اللي فاتت دي كلها، وانت بترسم خليك ارسم بالقلم الرصاص، ده اول بند. نمره اتنين، مفيش رسم من غير بيانات. نمره تلاته، انا ما يهمنيش جمال الرسم، انا يهمني دقه بياناتك الرسم. طب ودقتها. الرسم سواء كان عن نبات مشيجي او جهاز التناسل الانثوي، كل واحده سواء دي او دي عليها درجتين، درجه على الرسم ودرجه تانيه على بيانين